أسعد الله أوقاتكم جميع المتابعين لمؤتمر طب الأسنان الرابع الذي تقيمه مجموعة طب الأسنان المباشر بإشراف أستاذي الدكتور مازن الدوماني. له مني كامل الشكر والاحترام على هذه اللفتة اللطيفة والدعوة الكريمة لإلقاء محاضرة مختصرة إن شاء الله وتحمل الفائدة، وعسى أن تنال إعجابكم وتحمل معها الفائدة إن شاء الله. أتشرف بتوجيه الشكر الجزيل بكل تأكيد لجامعتي الأم، جامعة دمشق، والتي لها الفضل الكبير علي، فلها مني كل الاحترام والمحبة والتجلة. وبإمكاننا أن نبدأ المحاضرة والتي هي بعنوان التبييض، ما له وما عليه، محاسنه ومساوئه واستطبابه. في البداية لابد من توجيه الانتباه إلى أن تبييض الأسنان يختلف بشكل جذري عن مفهوم التعويض السني. وللأسف أن معظم الإعلانات التي تقوم عليها معاجين تبييض الأسنان أو مستحضرات تبييض الأسنان تضع صورا كاذبة لأعمال صناعية أو لتعويضات ثابتة كالعدسات التجميلية أو القشور الخزفية أو التركيبات الثابتة بلون أبيض واضح مختلف عن شكل الأسنان الأساسية، وبالتالي فهي ليست عملية تبييض، إنما هي عملية ادعاء أن هذه الأسنان التي تكون بلون أصفر أو بلون قاتم سوف تصل إلى هذه النتيجة. وبالواقع فإن التبييض السني على الأغلب ممكن الوصول من خلاله إلى نتيجة يزداد فيها بياض الأسنان من درجة إلى درجتين أو 3 درجات. فعلى سبيل المثال في الصورة اليمنى يبدو لدينا أن الأسنان قد ازداد بريقها أو تحسن لونها أو زاد بياض لون الأسنان فيها لدرجة درجتين أو 3 درجات، بينما على اليسار الأسنان تحسن لونها بشكل كبير، ولكن لا يمكن القياس على هذه الحالات. فهناك حالات ممكن أن تستجيب لها الأسنان بشكل فعلا شكل إيجابي وشكل ملحوظ، وهناك حالات للأسف لا يمكن أن تستجيب لعملية التبييض السني إلا من خلال درجة أو درجتين. في البداية لابد من ذكر العوامل التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان أو إلى تغير اللون السني. على اعتبار أن الميناء هي مادة مقاومة ومتينة وكتيمة، ولكن لابد من التذكير بأنها في البداية وفي النهاية هي مادة، أو الميناء بشكل عام لديها مسامية معينة تسمح باجتياز المواد ذات الأصبغة ودخولها عبر الميناء ووصولها إلى الطبقات العميقة من الأسنان أو طبقة العاج. إن هذه النفوذية الموجودة ضمن الميناء تسمح لهذه الأصبغة بالدخول إلى داخل الأسنان، وخاصة الموجودة في المشروبات والموجودة في الدبغ والموجودة في الأطعمة المتنوعة. وبالتالي فإن عدم كفاية النظافة أو التنظيف اليومي للأسنان سوف يؤدي إلى تراكم طبقة اللويحة، ومن ثم تجمع طبقات القلح السني. إن طبقة اللويحة أو طبقة الطاقة التي تتشكل على الأسنان تمنع من انعكاس الضوء عن الأسنان، وبالتالي عندما يصل الضوء إلى الأسنان لا يمكن أن ينعكس الضوء، مما يؤدي إلى ظهور لون قاتم للأسنان، مما يظهر للمشاهد أنها تأتي على شكل لون أصفر. وهذه الأطعمة عندما تلتصق على الأسنان ليس لها سبيل إلا من خلال التنظيف الدوري عند طبيب الأسنان، وهو الحل المفضل بشكل دائم. أي أنه ممكن أن نستغني عن الوصول للحاجة إلى طبيب الأسنان من خلال العناية بالأسنان ضمن المنزل ومن خلال الزيارات الدورية لطبيب الأسنان، وبالتالي يمكن أن لا نحتاج إلى التفكير بموضوع طبيب الأسنان. مع التقدم بالعمر تترقق الميناء وتظهر للمشاهد طبقة العاج بشكل أوضح، مما يبدو على الأسنان أنها أصبحت بلون أكثر صفرة. ولكن في هذه الأعمار لا يمكن تطبيق التبييض السني على الأسنان المصابة بهذه الحالة، وذلك لأنها أسنان طبيعية بشكل أو بآخر، وليست المشكلة مشكلة تصبغات، إنما المشكلة هي مشكلة ترقق ميناء. وبالتالي إن تطبيق هذه العملية أو عملية التبييض السني على هذه الأسنان قد تأتي بنتائج عكسية نحن بغنى عنها.
إضافة إلى أن الأسنان عندما نتقدم بالعمر تتكلس الحجرة اللبية أو القناة الجذرية، مما يسبب أيضا اصفرار الأسنان، وهذا الأمر لا يمكن حله أو علاجه من خلال طبيب الأسنان. فطبيب الأسنان في البداية وفي النهاية هو عامل كيميائي مؤكسد للأصبغة العضوية، يخترق الميناء إلى أن يصل إلى هذه الأصبغة ويفكك الروابط المزدوجة بين هذه المواد الصباغية وبين المواد السنية المعدنية. إن هذه الآلية ليست مفهومة بشكل جيد وبشكل مؤكد، ولكن يمكن تفسيرها بشكل أو بآخر ضمن هذه العملية أو عملية الأكسدة التي ذكرناها. إن الأسنان الشابة والأسنان الفتية يمكن أن تستجيب إلى عملية التبييض بشكل أكبر من الأسنان عند المتقدمين بالعمر. إن التبييض عندما يتم تطبيقه على ميناء الأسنان ينقص من قوة ارتباط الحشوات التجميلية وحشوات الكومبوزيت أو الراتنج المركب على سطح الميناء، وهذا نقص الارتباط يمكن التغلب على هذه السلبية من خلال تأجيل تطبيق ترميمات الكومبوزيت إلى ما بعد أسبوع من تطبيق التبييض. وهنا بهذه النقطة لابد من ذكر أن هذا التأجيل يحمل إيجابيتين. البداية الإيجابية الأولى أن تأجيل تطبيق حشوات الكومبوزيت إلى ما بعد أسبوع نصل إلى لون طبيعي للأسنان، فبعد تطبيق التبييض قد نصل إلى لون كاذب أو لون مؤقت، لون أبيض مؤقت، ولكن بعد أسبوع سوف يعود أو سوف يستقر لون السن، وبالتالي بإمكاننا أن نأخذ لون السن الحقيقي ونطابق هذا اللون مع حشوات الراتنج أو حشوات الكومبوزيت، بالإضافة إلى أن السن يعود تمعدنه من خلال عودة التماس الطبيعي مع اللعاب، مما يؤدي إلى عودة قوة ارتباط حشوات الكومبوزيت أو الراتنج مع السن بشكل شبه طبيعي. هناك تعليمات لابد من اتباعها ما قبل إجراء التبييض السني، هو أن السطوح السنية لابد من إجراء التنظيف الكامل لها، بالإضافة إلى إعلام المريض بأن عملية التبييض السني من الممكن أن تكون عملية غير مضمونة النتائج، وبالتالي إن هذه العملية قد تنجح وقد تخيب، وهذا النجاح يعتمد بالشكل الأساسي على بنية التصبغات وعلى أساس التصبغات وعلى سبب هذه التصبغات. وبالتالي لو كانت هذه التصبغات خارجية وتمت إزالتها، فإن نجاح التبييض السني ممكن أن ترتفع نسبه بشكل كبير، ولكن لو كانت هذه التصبغات داخلية أو عميقة أو لا يمكن الوصول لها، فإن عملية التبييض السني هي عملية لن تجدي أو لن توصل المريض إلى الهدف الذي يطمح إليه. بالإضافة إلى أن أخذ صور فوتوغرافية لأسنان المريض قبيل العلاج وما بعد العلاج أيضا من الخطوات الهامة جدا كي نثبت للمريض نجاح أو فشل هذه العملية. إضافة لذلك لابد من نموذج يوقع عليه المريض بأنه قد تلقى التعليمات الكافية عن التبييض وما له وما عليه وما هنالك من أخطار وما هنالك من نتائج سلبية قد تصل إليها ما بعد التبييض كالحساسية والآلام الناتجة عن التبييض. وبعد هذه الموافقة المكتوبة يتم إجراء التبييض السني. أنواع التصبغات السنية التي تستدعي التبييض السني هي التصبغات الناتجة عن العمر، التصبغات الخارجية، والتصبغات الداخلية. بالنسبة للتصبغات الناتجة عن تقدم بالعمر والتي تجعل من لون الأسنان أقرب ما يمكن إلى اللون البني أو اللون الأصفر على أقل تقدير، والسبب هو ضعف العناية الفموية، السبب هو الأطعمة المتنوعة التي يأخذها المريض على مدى الأيام والسنين، السبب هو التدخين وتعاطي التبغ، الإصابات اللبية التي قد تؤدي إلى كمود لون الأسنان أو عتامة لون الأسنان. أما بالنسبة للتصبغات الخارجية والتي تعتبر الاستطباب الرئيسي لتبييض الأسنان، هي التصبغات الخارجية والتي تحدث مع الأسنان نتيجة تراكم اللويحة وطبقات الطعام والتدخين ومضغ التبغ والقهوة والشاي والمشروبات القاتمة.
هذه التصبغات يمكن أن نجري تنظيف أسنان، ومن ثم إذا كانت بنية الأسنان تسمح بإجراء تبيض من الممكن إجراء تبيض ضمن التعليمات اللازمة. التصبغات الداخلية والتي تعتبر الأقل استفادة من هذا من التبيض السني، وذلك لأن أسبابها بالبداية هي أسباب إما أن تكون عوامل جينية أو عوامل موروثة، قد تحدث بسبب صدمات على الأسنان، قد يحدث تموت لبي، قد يحدث نزيف داخلي في لب الأسنان، قد تحدث نتيجة تعاطي التتراسيكلين عند الحوامل خلال فترات الحمل أو ما بعد فترة أو في فترات الطفولة المبكرة، قد تحدث نتيجة تعرض الأطفال للفلورايد بنسب عالية في مرحلة الطفولة ومرحلة التكون السني. وبالتالي فإن هذه التصبغات قد لا تتحسن، وعلى الأغلب لن تتحسن مع إجراء التبيض، أي أن الحلول في هذه الحالة قد تتوجه إلى التركيبات الثابتة، ونبتعد عن موضوع التبيض السني لأنه لن يجدي مع هذه الحالات. أنواع التبيض السني هو التبيض ضمن المنزل، أو التبيض بواسطة القوالب الليلية، التبيض ضمن العيادة، التبيض ممكن تسميته التبيض على الرف، أو ما يعرف بالتبيض من خلال المستحضرات التي يشتريها المريض ويطبقها بنفسه من الصيدليات. التبيض النوع الرابع هو التبيض المستمر أو التبيض الداخلي في الأسنان التي أجري لها معالجة لبية سابقة. في لمحة موجزة عن التبيض السني، لابد من الذكر أن بداية التبيض السني تعود إلى عام 1868. كان يستخدم في البداية حمض الأوكساليك، ومن ثم تم استخدام مادة البيروزون عام 1892، إلى أن تم استخدام مادة بيروكسيد الهيدروجين بعام 1911. إلى أيامنا هذه نفس المادة تستخدم في تبيض الأسنان. هناك مستحضر أو هناك منتج يسمى البروكسي جيل، وهو عبارة عن مزيج من بيروكسيد الكربامايد بتركيز 10% بالإضافة إلى مادة الجليسيرين، وهي مادة مزلقة أو مادة لزجة، بالإضافة إلى مواد مجمدة لمادة بيروكسيد الكربامايد كي نحصل على جل التبيض بقوامه المعروف. هذه المادة أصبحت تستخدم بشكل مقبول ومنذ عام 1989، ووصفت بأنها المادة المثالية لتطبيق التبيض ضمن المنزل بواسطة القوالب الليلية النايت جارد، والتي يساهم استخدامها بتحسين الوصول إلى النتيجة التي يرغب بها المريض. التبيض ضمن المنزل بتركيز منخفض آمن بالنسبة للآثار الجانبية محدودة، حيث أن التبيض ضمن المنزل في الفترات الليلية يحدث فيها يعني نقص في تدفق اللعاب، وبالتالي تماس مادة التبيض مع الأسنان يكون تماس بشكل كبير نسبيا، بينما لو طبقت هذه المادة خلال فترات النهار هناك نسبة كبيرة من اللعاب قد يمنع أو قد يجعل هذه المادة تتحلل وبالتالي تفقد فعاليتها، لذلك ينصح باستخدامها في الفترات الليلية. بالنسبة لتركيب مادة التبيض فعلى الأغلب هي مادة فعالة، هي مادة البيروكسيد الكربامايد، والتي تعتبر مادة مخففة يدخل بداخلها مادة بيروكسيد الهيدروجين، والتي تعتبر المادة الفعالة بشكل أكبر أو المادة المركزة، بالإضافة إلى مواد غير فعالة هي مواد مجمدة مثل مادة الكربابول، مادة حاملة مثل مادة الجليسرين أو مزلقة، مواد أيضا مواد حافظة ومواد منكهة. المادة الأساسية التي تكلمنا عنها هي بيروكسيد الكربامايد، والتي تعتبر مادة عضوية كريستالية تتشكل من حمض من بيروكسيد الهيدروجين ومن مادة اليوريا، يمكن استخدامها بتراكيز مختلفة. ومثل ما تكلمنا أن مادة الجليسيرين توضع فيها كي نحصل على اللزوجة المطلوبة كي تثبت هذه المادة على سطوح الأسنان ولا تنجرف مع اللعاب داخل الفم. هذه المادة يمكن تقدير النسبة التي يدخل بها مادة بيروكسيد الهيدروجين تعتبر نسبة التلت، يعني نسبة بيروكسيد الهيدروجين من نسبة بيروكسيد الكربامايد هي 1 على 3، أو
في حال استخدمنا مادة بيروكسيد الكربونايت بتركيز 30%، نحصل على تركيز صافي من بيروكسيد الهيدروجين حوالي 10%، أو ممكن أو بمعادلة أخرى ممكن الحصول على 3% من بيروكسيد الهيدروجين من خلال 10% من بيروكسيد الكربونايت، أي أن نسبة البيروكسيد الهيدروجين من بيروكسيد الكربونايت تعادل الثلث. بيروكسيد الهيدروجين تكلمنا أنها هي المادة الفعالة، تستخدم في أو التراكيز المتوافرة الموجودة والتي تستخدم غالبا في التبييض ضمن العيادة هي من 5% إلى 35%، ولكن هذه التراكيز هل هي منصوح بها أو هل هي مسموح بها؟ هذا الذي سوف نتكلم به خلال هذه المحاضرة. تمتاز مادة بيروكسيد الهيدروجين أنها مادة منخفضة الوزن الجزيئي، ممكن أن تدخل ضمن ميناء الأسنان وتصل إلى الروابط المزدوجة التي تربط المواد العضوية الصباغية بالمواد اللا عضوية السنية، وتقوم بتفكيك هذه الرابطة مما يسمح بانعكاس الضوء عن الأسنان وعودة لمعان الأسنان إلى ما كانت عليه قبل الاصفرار أو قبل التصبغات. هناك مادة اسمها أمورفوس كالسيوم فوسفات والتي تستخدم عادة في معاجين الأسنان لتخفيف حساسية الأسنان، تم استخدامها مؤخرا وإضافتها إلى معاجين التبيض، وذلك للتغلب على مشكلة الحساسية السنية، وذلك أيضا لتقليل الخسف المعدني الذي يمكن حدوثه في عملية التبيض السني، إضافة إلى زيادة لمعان الأسنان بعد تبيض الأسنان. آلية تبييض الأسنان إن التفاعل الكيميائي المفعل بالضوء الذي يتم إجراؤه في عملية تبييض الأسنان، وخاصة عملية تبييض الأسنان ضمن العيادة، يؤدي إلى تشكل الجذور من مادة جذور الهيدروكسيل وجذور البايروهيدروكسيل الموجبة وأنيونات البايروهيدروكسيل السالبة وأنيونات السوبر أوكسيد. هذه العناصر كلها سوف تقوم بمهاجمة الجزيئات العضوية التي تتواجد ما بين الأملاح المعدنية أو الأملاح غير العضوية السنية والمواد الصباغية، وبالتالي تقوم هذه العناصر بمهاجمة هذه الروابط المزدوجة لجزيئات الكروموفور الموجود داخل الأسنان، مما يؤدي إلى تفكيك هذه الروابط وانعكاس الضوء بشكل طبيعي وعودة لمعان وبريق الأسنان وانخفاض درجة أو زيادة درجة أو زيادة فتاحة الأسنان، مما يخفف من اللون الأصفر للأسنان. أيضا بصورة موضحة أكثر، يظهر لدينا تغيير في هذه الرابطة المزدوجة أو تفكيك الرابطة المزدوجة إلى روابط أصغر، مما يؤدي إلى تحول طيف امتصاص جزيئات الكروموفور، وبالتالي يحدث تبييض الأسنان. تكلمنا أن التبييض ينقسم إلى عدة أصناف. الصنف الأول وهو التبييض أو المفضل، وهو التبييض من المنزل. محاسن هذا التبييض أنه يتم استخدامه بتكلفة منخفضة، يتم استخدامه لفترات تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين بحسب التركيز المستخدم والمتبع. يستخدم تركيز 10% ويمكن استخدامه لمدة 8 ساعات لمدة أسبوعين، أو تركيز 15 إلى 20% يمكن استخدامه 4 ساعات يوميا لمدة أسبوع إلى أسبوع ونص. مزية هذا التبييض أنه يمكن الوصول إلى نتيجة إيجابية بأقل تكاليف، بأقل آثار جانبية، بتراكيز منخفضة نسبيا. تطبيقه بسيط، لا يحتاج إلى وقت ضمن العيادة، لا يشغل الطبيب ولا يشغل المريض، إنما هو عبارة عن بعد إجراء المقاس السني يتم تحضير هذه القوالب وإيصالها للمريض وإعطاء المريض هذه التوجيهات ومتابعة المريض بشكل دوري. وبعد تطبيق التبييض لابد من تطبيق الفلورايد، وذلك لمنع الحساسية التالية أو لتخفيف الحساسية التالية للتبييض. هناك سيئات لهذا التبييض، احتمال وجود تخريش من خلال القوالب، تكون القوالب خشنة ويجب فحصها بشكل دقيق. احتمال أن هذه المادة المبيضة قد تتسرب إلى النسج ما حول السن أو إلى النسج اللثوية، تسبب تخريش باللثة أو حروق باللثة. صعوبة ضبط المريض، فهناك بعض المرضى الذين يقومون بوضع كميات كبيرة من المادة أملا بالوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهذا يؤدي إلى التحسس للأسنان.
في حال وصول أو حدوث حساسية الأسنان لا يمكن إسعاف المريض ضمن المنزل، وذلك لأن المريض قد يشعر بالألم أثناء تطبيق التبييض أو خلال عندما يصحو من النوم، أو ممكن يعني يحدث له حساسية عالية، ولا يمكن إسعاف المريض في المنزل. هذا يعتبر من الأخطار الكبيرة لهذه المادة، بالإضافة إلى أن ضبط المريض أيضا هو من الأمور الصعبة. هناك يعني نصيحة عادة ينصح بها باستخدام تبييض الأسنان ضمن المنزل هو إعطاء المريض للقوالب العلوية أو القوالب السفلية، وإجراء تطبيق التبييض السني عليها، ومراقبة النتيجة بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، وتمييز الأسنان العلوية عن الأسنان السفلية لمعرفة درجة بياض الأسنان، وبالتالي المريض أصبح لديه صورة للأسنان السفلية وصورة للأسنان العلوية، يقارن ويقوم بتمييز إذا كان استفاد من هذه العملية أو لا، فيتابع بالفك الآخر. لابد من التمييز بين أنواع المرضى، فهناك مريض مهمل لا يمكن له أن يلتزم بمواد التبييض، لا يمكن أن يلتزم بمواعيد التبييض، لا يمكن أن يلتزم بكيفية استخدام المواد، وممكن أن يستخدم مواد مفرطة في التبييض. وبين المريض الملح أو المريض الذي يطلب الوصول إلى نتيجة كبيرة من التبييض، وقد يستخدم مواد بتراكيز أعلى، قد يكثر من استخدام المواد، أو قد يستخدم هذه المواد لطيلة اليوم، وذلك أملا منه بالوصول إلى النتيجة بشكل أسرع أو بشكل أكبر، ولا بد من التعامل بشكل حريص مع هؤلاء المرضى، وتحويل خطة المعالجة من التبييض ضمن المنزل إلى التبييض ضمن العيادة. ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال الأسئلة المباشرة وغير المباشرة لهذا المريض لمعرفة مدى اهتمامه بالتبييض. فالمريض الذي يأتي بحاجة ملحة للتبييض وغالبا يطلب التبييض بوقت مختصر، لابد من التوجه إلى تبييض العيادة دون تبييض المنزل، فتبييض المنزل يحتاج إلى وقت أطول ويحتاج إلى عناية أكبر ومريض صبور، بينما تبييض العيادة يمكن أن يكون مفضلا بهذه الحالة، حيث أن المحاسن التي يشملها تبييض ضمن العيادة أن الطبيب يمكن أن يضع حاجز حماية لثوي على اللثة المحيطة بالأسنان، وذلك لحمايتها من الحروق. أن المادة المبيضة سوف تطبق على السطوح الدهليزية فقط الباكال سيرفيس، وذلك دون السطوح الحنكية بلاتال سيرفيس، وذلك لحماية هذه السطوح التي ليس هناك داعي لوصول مادة التبييض إليها عمليا، إن مادة الغاية من التبييض هو تبييض السطوح الخارجية للأسنان. إضافة إلى ذلك، التبييض ضمن العيادة يتم تفعيله بواسطة الإنارة أو الحرارة أو ضوء البلازما أو الضوء الهالوجيني أو ضوء الليزر دايود ليزر، وذلك لتفعيل المركبات المبيضة، علما أن هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى أن تفعيل المواد المبيضة ليس له أي أثر فعال أو له أثر بالحد الأدنى أو يقوم بزيادة الأثر الفعال لمادة التبييض، والمادة تفاعلها الأساسي مع الأسنان هو تفاعل كيميائي، أما التفاعل الضوئي أو التفاعل الحراري فهو تفاعل مثير أو محرض وليس هو العنصر الأساسي. يمكن للطبيب أن يعيد عملية التبييض إلى مرتين إلى 3 مرات خلال الجلسة الواحدة، ويمكن إعادة عملية التبييض بعد فترة معينة تتراوح بين 2 إلى 1 شهر، وذلك لعدم تكرار عملية التبييض بشكل متقارب، وذلك منعا من حدوث الحساسية. عند المزية المفضلة لهذا التبييض أن عند حدوث الحساسية السنية المريض بين يديك، والمريض بإمكانه أن يشير إلى حدوث الألم ومباشرة يتم إيقاف التبييض وتطبيق الفلورايد. لابد من الإشارة إلى أنه يفضل حتى ولو تم تطبيق الجام بارير أو الحاجز اللثوي على اللثة المجاورة للأسنان، الأفضل أن يتم تطبيق الحاجز المطاطي على هذه الأسنان كنوع من العزل الإضافي، منعا من ابتلاع مواد التبييض ومنعا من تخريش النسوج ما حول اللثة، وإضافة إلى أن غسل مواد التبييض سوف يستدعي إلى تسرب هذه المادة خلال الحفرة الفموية ووصولها إلى مناطق غير مرغوب بها. أما المساوئ التي ينضوي عليها الطبيب من العيادة،
فهو أن التراكيز المستخدمة وبكل أسف تمتد من 25% إلى 40% من مركب بيروكسيد الهيدروجين، والذي يعتبر مركب حساس جدا ويسبب الحساسية السينية بشكل عالي. وهذه الحساسية تختلف من متوسطة إلى شديدة في بعض الحالات، إلى أن ابتلاع هذه المادة قد يسبب في آلام في الحنجرة ويسبب تخريش في اللثة والحفرة الفموية والمخاطير الفموية بشكل عام. وهناك بعض الحالات من الحساسية التي حدثت في بعض الحالات تسببت في حدوث التموت أو التخرب اللبي أو التموت اللبي أو الأذية اللبية، واستدعت الوصول إلى معالجة لبية بعد أن كانت الأسنان سليمة. لابد من تطبيق الفلورايد بعد تطبيق الطبيب السني. لابد من معرفة أن هذه الحساسية التالية أو أن الآثار الجانبية على الأغلب سوف تزول خلال الأيام التالية. بالنسبة للنوع الثالث من التبييض، هو التبييض من الرف أو التبييض من عندما يشتريه المريض كمستحضر موجود في الصيدليات أو مستودعات المواد الطبية. تعتبر هذه المواد من المواد التي المشكوك بأمرها، وذلك لأن منظمة الغذاء والدواء لم ترخص على كثير من المنتجات الموجودة ضمن الأسواق. تعتبر المادة الفعالة هي نفس المادة الفعالة، هي بيروكسيد الهيدروجين بتركيز من 3 إلى 6. هذه المادة آمنة إن كانت فعليا بهذه التراكيز، ولكن بعض الشركات قد تقوم بوضع أرقام غير واقعية، وذلك لتسويق منتجاتها. هذه المواد عادة تطبق بشكل وفقا لتعليمات الشركة من أسبوع إلى أسبوعين، مرتين يوميا، ولكن أيضا الخطورة فيها في أن المريض قد يطبقها بشكل مفرط للوصول للنتيجة المطلوبة، مما يسبب حساسية تالية تستمر لفترات تتعلق بمدى تطبيقه لهذه المادة. أيضا هناك مشكلة أن المريض لا يمكن ضبطه ولا يمكن إسعافه في حال حدوث آلام ليلية مباغتة. إن نتيجة التبييض، النوع الرابع من التبييض والذي عبارة عن تبييض في الأسنان المتموتة أو المعالجة لبيا، سيتم التطرق إليه في محاضرة أخرى لأحد الزملاء، لذلك لن نقوم بالتركيز عليه ضمن هذه المحاضرة. إن نتائج التبييض تتعلق أو يتم أو يعني تتعلق بشكل أساسي ببنية السن ومساميته بأساس التصبغات ومستواها. التصبغات أكيد البسيطة تستجيب إلى التبييض بشكل أفضل، إلى تركيز المادة المبيضة، والذي يمكن أن نضع تحته خط أن يكون هو الاهتمام، يعني هو العامل الأهم الذي لا يمكن التلاعب به. لا يمكن لأي سبب من الأسباب أن نزيد من تركيز مادة التبييض للوصول إلى النتيجة المطلوبة. فعند تطبيق تركيز معين وعدم وصول الأسنان للنتيجة التي يرغبها الطبيب أو المريض، فمن غير المنصوح به أن نزيد التركيز للوصول لهذه النتيجة، لأن الأسنان التي تستجيب إلى تركيز خفيف سوف تستجيب لتركيز مرتفع، والعكس بالعكس. أي أن الأسنان التي لم تستجب لتركيز خفيف لن تستجب أيضا لتركيز مرتفع. إنما يمكن التلاعب بمادة التطبيق، أي بمدة التطبيق، أي أنه من الممكن أن نزيد مدة التطبيق لفترات أطول إن كان ضمن العيادة، أو لفترات أطول ضمن المنزل، وهو عامل يعني أكثر أمانا من زيادة التركيز. زيادة التركيز قد يؤدي إلى تحسس الأسنان بشكل مباغت وبشكل مفاجئ وبشكل شديد، قد يترتب عليه الحاجة إلى إجراء المعالجة اللبية بعد تطبيق هذه التراكيز المرتفعة. أيضا من العوامل المهمة هي وصول المادة المبيضة إلى ضمن الأسنان، والتي تعتمد على مسامية الأسنان والتي تكلمنا عنها سابقا. لابد من اتباع التعليمات ما بعد التبييض، والتي يتم إعطاء المريض بشكل مكتوب. على المريض عدم تناول الأطعمة الملونة بالفترة التالية للتبييض، الامتناع عن تناول أي شيء خلال الساعات الأولى بعد التبييض، تجنب المشروبات الداكنة والغامقة بعد إجراء التبييض كالشاي والقهوة.
أيضا عند الضرورة لهذه المشروبات لابد من غسل الأسنان على الأقل بالماء الفاتر لشطف هذه مخلفات هذه المواد وعدم التصاقها بالأسنان. لا يمكن نسيان أن إجراء التبييض السني يزيد من نفوذية الأسنان وإمكانية حدوث نكس لعملية التبييض. لابد من الامتناع عن الغسولات الفموية أيضا التي تحوي على أصبغة. يمكن تطبيق نترات البوتاسيوم بحال حدوث الحساسية السنية، إضافة إلى أن تطبيق النترات البوتاسيوم ضمن المعجون المضاد للحساسية أيضا منصوح به. في المجمل، متى وأين نطبق التبييض السني؟ غالبا يتم تطبيق التبييض السني على الأسنان الصحيحة التي تعاني من التي تتصف بسماكة طبيعية من الميناء، بينما الأسنان التي تعاني من مشاكل كشقوق مجهرية أو فتحات أو تآكل أو حشوات سابقة، يفضل عدم إجراء التبييض، وذلك لأن تسرب هذه المادة ووصولها إلى عمق بنية الأسنان لابد من حدوث أذية في بنية النسيج اللبي. إن تطبيق التبييض على الأسنان المصابة بالبقع البيضاء والتي تعاني من تصبغ الفلوري سوف يزيد من تباين هذه البقع البيضاء، وسوف تكون النتيجة عكسية. تطبيق التبييض السني على مرضى التصبغ التتراسيكليني سوف يؤدي إلى نتيجة خفيفة جدا جدا جدا، ولا يمكن التفريط ببنية الأسنان التي أصلا هناك مشكلة بها من أجل التبييض الذي لن يكون له نتيجة إيجابية. إن عملية التبييض السني بالمجمل هي عملية مشكوك بها ولا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن أن نعد المريض بالوصول لنتيجة إيجابية حتى أن نطبق المادة. فهناك الكثير من الحالات التي طبقت بين أخ وأخيه والأخ استجاب الأول والثاني لم يحدث استجابة له. لابد من التركيز على أن الآثار الجانبية والمضار التالية للتبييض السني لابد من ذكرها للمريض بشكل مكتوب وبشكل واضح وتوقيع المريض عليها، والتي قد تمتد من حروق لثوية تظهر على شكل بقع بيضاء على اللثة تستمر لمدة أسبوع، ويمكن علاجها بواسطة المعجين أو المراهم المضادة للإنتان، بالإضافة إلى تهيج الغشاء المخاطي عند بلع هذه المواد، ألم في الحلق، اضطرابات في المعدة والأمعاء. ولكن التراكيز المنخفضة تكون آثارها سلبية أقل. إن استخدام التبييض السني قد يؤثر على مورفولوجية الأسنان، ازدياد مسامية الأسنان، ازدياد خشونة الأسنان، زيادة عمق الغؤورات والميازيب ضمن الميناء، نقص محتوى المعادن وتدمير حواف الأسنان، زيادة خشونة الميناء. حتى لو استخدم التركيز التبييض بتركيز 10% من بيروكسيد الكربامايد، تدهور المصفوفة العضوية مما ينقص من مقاومة هذه الأسنان للسحل، نقص نسبة الكالسيوم والفوسفات وفقدان الكالسيوم وانقاص قدرة ارتباط هذه الأسنان مع المواد المرممة كالكومبوزيت، زيادة احتمال حدوث التسرب الحفافي حول ترميمات الراتنج المطبقة سابقا، واحتمال ضرورة إعادة هذه الترميمات، أي أنه بعد التبييض قد نضطر إلى إعادة الترميمات، وذلك لأن حواف الترميمات قد تسربت بواسطة تسرب إليها مواد التبييض. الفرضية تقول أن عوامل التبييض هي عوامل نشطة كيميائيا، من المحتمل أن تحدث تغيرات هيكلية كبيرة في ميناء الأسنان، وبالتالي إن مقاومة الميناء للكسر تتراجع بنسبة 30% بعد تطبيق بيروكسيد الكربامايد الذي بتركيز 10% لمدة 12 ساعة. إن قساوة الأسنان قد لا تتأثر كثيرا بعد تبييض الأسنان، ولكن مقاومة الانسحال لابد أنها سوف تتراجع بشكل ملحوظ، أي أن الأسنان أصبحت أقل مقاومة لهذا السحل، وبالتالي هناك أخطار سوف تحدث في المستقبل ولو أنها لم تحدث في الوقت الحالي. هذه التغيرات سببها تأثير مادة التبييض بالقالب العضوي المينائي، والتي قد تكون آثار مخفية في البداية ولكن سوف تتضح مع المستقبل. على الأغلب أن تبييض الأسنان هو عملية ناكسة، ومع المستقبل تكرار عملية التبييض سيجعل من الميناء أكثر مسامية وبالتالي أكثر عرضة للتصبغ.
إن اللجنة العلمية للمنتجات الاستهلاكية الأوروبية في عام 2008 أوصت باستخدام بيروكسيد الكربامايد بتركيز 20%، أي ما يعادل استخدام بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 6%، وقالت حينها أن هذه النسبة هي النسبة الوحيدة الآمنة للتطبيق في المنزل أو في التطبيق في ضمن العيادة. ولكن هناك الكثير من الأبحاث المسندة بالدليل تدعم أن استخدام مواد التبيض بتركيز من نوع بيروكسيد الكربامايد بتركيز 10% هو الأكثر أماناً، أي ما يعادل نسبة 3.5% من بيروكسيد الهيدروجين. إن التركيز المنخفضة على الرغم من أنها آمنة، ولكن هناك خطورة من إعادة تكرار عملية التبييض أو استخدام فترات أطول. ذكرنا في البداية أن استخدام فترات أطول هو أقل خطورة من استخدام التراكيز الأعلى، ولكن الاستخدام المفرط لهذا الموضوع أو تكرار تطبيق هذا الأمر من قبل المريض يؤدي في المستقبل إلى حصول خطورة مشابهة لخطورة التراكيز العالية. أيضا هناك دراسة عام 2013 تقول أن التركيز، وهذه الدراسة يرفق الرابط في هذه في هذا في هذه في هذا السلايد، تقول أن تركيز بيروكسيد الكربامايد 35% يتفوق على تركيز بيروكسيد الهيدروجين الكربامايد بتركيز 15%، وتوصلنا من خلال هذين التركيزين إلى نتائج إيجابية مع الحد الأدنى من الآثار السلبية. ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الدراسة، أنا ذكرت الدراسات التي توصي باستخدام 10% أو 20% من بيروكسيد الكربامايد، في هذه الدراسة توصلوا إلى أن 35% ليس له أي ضرر، ولكنها دراسة فردية. معظم الدراسات التي درست بيروكسيد الهيدروجين وليس بيروكسيد الكربامايد، والذي يستخدم بشكل شائع جدا 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 ضمن عيادة الأسنان بتركيز 35%، أنه سوف يسبب حساسية تالية لجميع الأسنان سواء فيها ترميمات أو خالية من الترميمات. وهذه الدراسة عام 2014. هناك دراسة أخرى بعام 2016 تقول أن استخدام بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 7.5% قد يزيد من احتمال الوصول إلى تآكل السني أو الإنامل إيروجين، رغم أن هذا التركيز قريب من التركيز الموصى به عالميا والذي هو 6%، أي أنه يعني 1% زيادة توصل إلى حدوث تآكل في ميناء الأسنان. لذلك لابد من اتباع في البداية اتباع تعليمات الموصى بها، أن تركيز البيروكسيد الكربامايد من 10 إلى 20، بيروكسيد الهيدروجين من 3 إلى 6، اتباع تعليمات الشركات المصنعة، عدم لحاق الدعايات والإعلانات، وذلك لأنها على الأغلب سوف تقوم بتقديم مواد طبية للأسف من شركات عريقة جدا، ولكن هذه التراكيز عندما تصل إلى 35% سوف نتوصل إلى حساسية مفرطة في الأسنان، نتوصل إلى نتائج عكسية بعد إجراء تبييض الأسنان. هذه الحالة ليست مرغوبة على الإطلاق. جميع العلاجات السنية قد تحمل أخطارا، ولكن المعالجات السنية هي إجراءات علاجية ضرورية، ولكن التبييض السني على أقل الاحتمالات أو على أقل ضرورة من المعالجات السنية الأخرى أيضا يحمل هذه الخطورة. لذلك لابد من الموازنة بين المعالجة التي تحمل خطورة وبين التبييض الذي يمكن اعتباره معالجة ويمكن اعتباره هو إجراء سني. فهل هناك داعي لاستخدام التبييض في حال احتمال حدوث الحساسية السنية بهذا الشكل الكبير؟ هذا الموضوع يعود إلى طريقة تفكير الطبيب وطريقة انجراف الطبيب وراء رغبات المريض. إن احتياجات المريض هي شيء رئيسي يجب على الطبيب أن يعيره اهتماما كبيرا، ولكن
لابد من معرفة طبيعة التصبغات ونوع غذاء المريض. فالمريض المدخن على سبيل المثال لا يمكن بأي شكل من الأشكال إجراء تبييض أسنان حتى يقلع عن التدخين، أو المريض الذي يتعاطى التبغ بشكل كبير أو يتعاطى الكحول بشكل كبير أو الشرابات التي تحمل ملونات بشكل كبير، لا يمكن إجراء تبييض ما لم يغير من نظامه الغذائي أو يزيد من اهتمامه الفموي، وذلك لأن هذه العملية سوف تنكس وسوف يكون عقابيل هذه العملية أكبر من أو يعني النتائج السلبية أكثر من النتائج الإيجابية. أيضا لابد من إعلام المريض بشكل مكتوب وتوقيعه كما ذكرنا سابقا على العواقب السلبية لتبييض الأسنان. وبالإضافة إلى إجراء تبييض يجب أن يكون تحت الأيدي الخبيرة، ويفضل إجراءه كما ذكرنا سابقا عند المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية أو بعض أو سوء الاهتمام أو نقص الانتباه، أو المريض الملح على الوصول لنتيجة عالية من التبييض. يمكن إجراء التبييض ضمن العيادة بشكل آمن من التبييض المنزلي، وذلك كي نقوم بمتابعة المريض وإيقاف التبييض باللحظة المناسبة. في النهاية لابد أن وضعت عدة صور لبعض الحالات. في البداية هذه الصورة لطفل يعاني من فراغات بين أسنانه ولديه أسنان بصورة غير منتظمة، ولكن كما تبدو الصورة غاية في الجمال. الصورة الثانية هي ابتسامة رجولية في هناك أسنان تعاني بشكل زوايا حادة، هناك فراغ بين الأسنان، لون الأسنان ليس بهذه الدرجة البياض، ولكن أيضا الابتسامة تعتبر من الابتسامات الجميلة. أيضا هناك حالة من الأسنان التي تعاني من فراغ بسيط بين الأسنان، لون أبيض أقرب إلى الصفار وليس أبيض الناصع. هناك فراغ بسيط بين الأسنان، هناك كسر بسيط في الحرف القاطع للثنية اليمنى، ولكن لم يتم إجراء أي معالجة وصورة الأسنان تبدو بشكل جيد جدا. أيضا هناك إجراء تبييض أسنان لم نحصل فيه على نتيجة إيجابية، حصلنا على درجة واحدة. تعرض المريض لخطورة مواد التبييض دون الوصول إلى هذه النتيجة. هذا يستدعي التفكير وأن يكون الطبيب متريث قبل إجراء التبييض، وأن لا يندفع الطبيب وراء الدوافع المادية أو وراء رغبات المريض كي يجري التبييض السني بشكل عشوائي لأي مريض. فهذا الإجراء، ولا أقول هذه المعالجة، هذا الإجراء أو هذا التداخل فهو إجراء ليس ضروري إلا في الحالات المناسبة والحالات المثالية بالتراكيز الأقل وبالمدة الأقل. يجب أخذ الحذر والاحتياط لما له من آثار سلبية مستقبلية، لا يوجد سبب للتداخل على أسنان جميلة طبيعية للوصول إلى درجة بسيطة من البياض، وهذا الشيء لا يوصى به، ولا يمكن لأي إنسان أن يوازن محاسن هذا الموضوع مع سيئات هذا الموضوع أن يختار الطبيب في هذه الحالات. في النهاية لابد من شكر جميع المتابعين لهذه المحاضرة. آمل أن أكون قد أوصلت رسالة لطيفة إلى جميع الأطباء من الإخوة والزملاء المتابعين لهذه المحاضرة، أن تبييض الأسنان هو إجراء جميل ولكن له خطر لابد من أخذه بالحسبان قبل المبادرة بإجراء هذه العملية وهذا التداخل. أشكر الدكتور مازن دوماني مرة أخرى، وأتمنى أن أكون معكم إن شاء الله في مرات قادمة، وأشكر استماعكم، راجيا أن تنال هذه المحاضرة إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.